تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تحت رعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك من خلال 2148 منفذا وشادرا ومعرضا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لمنظومة أمان بمناسبة شهر رمضان المبارك. انطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك. الأسعار هنا أرخص كتير من بره، يعني مثلا بالنسبة للسلع اللي هي تموينية سكر وزيت والحاجات دي كلها، يعني وقت المبادرة بيكون السعر بتاعها كويس جدا جدا عن بره. أنا جبت سكر سعره يعني سعر كيلو رخيص 27 جنيه، بره بتلاقيه السعر غالي جدا، في زيت برضه هنا رخيص، بجد المبادرة يعني عاملة لنا بصراحة تخفيض جامد. ولأول مرة تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من الموردين والسلاسل التجارية، فقد تضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فيها لتصل إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع هذه المنافذ والشوادر والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة جميلة وياريتها تستمر، كل حاجة متوفرة يعني في المبادرة، سكر ورز وزيت وكل حاجة بأرخص الثمن. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. وتشهد منافذ المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء احتياجاتهم من كافة أنواع السلع بخاصة الاستراتيجية وذات الطابع الرمضاني، وسط وفرة المعروض من هذه السلع وجودتها العالية، حيث أشاد المواطنون بهذه المبادرة وبالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل توفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. والله مبادرة كلنا واحد دي أنا بصراحة حساها بجد، يعني إن إحنا بجد في طفرة وفي توفر في السلع. مبادرة كويسة بتوفر المنتجات والسلع الأساسية لمعظم الناس يعني، وفي منتجات تقريبا مش موجودة بره، أنا لاحظت إن هي موجودة هنا بأسعار كويسة. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، إضافة إلى طرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. السعر المتنقلة دي تبع كلنا إيد واحد كلنا واحد، بتوفر سلع غذائية للمواطن بنسبة 50% عن السوق، فنشكر سيادة الرئيس فتحي السيسي. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة طبعا وممتازة، نشكر على سيادة الرئيس على المبادرة اللي عملها لتخفيض الأسعار، و طبعا الكرتونه دي فيها سكر وزيت ورز. منافذ امان ارخص كتير جدا من بره ومتوفره في اماكن كتير، كل مكان بنلاقيها. كلنا واحد مبادره تستمر في دعمها للمواطنين لتخفيف الاعباء عنهم في كافه مراحلها، حيث تحرص وزاره الداخليه من خلالها على دعم ومسانده المواطنين. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطه وشعب. تستمر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 25 تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في تقديم دعمها ومساندتها للمواطنين بتوفير احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40% لتلبية كافة احتياجاتهم بمناسبة هذا الشهر الكريم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.